أنا من سكان المنطقة الشرقية، نويت العمر أنا وزوجتي ومررنا بالمدينة المنورة، وفي طريقنا مكثنا فيها 4 أيام، ومن ثم اتجهنا إلى مكة وأحرمنا من السيل قبل دخولنا مكة، هل فعلنا صحيح؟ العمرة صحيحة، ولكن غلطتم في تجاوز ميقات المدينة بدون إحرام. الواجب أنكم أحرمتم من ميقات أهل المدينة، لأن حكمكم حكم أهل المدينة، لما جئتم عن طريق المدينة يكون حكمكم حكم أهل المدينة، تحرمون من ذي الحليفة. ما دمتم تعديتم بدون إحرام يكون عليكم فدية، كل واحد عليه فدية، يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم.